هو اسمه عمر بس بحب ندلله بعمورة. مساء الخير يا عمورة. عمورة؟ لا لا مش هو في عمر بس. شو اخترت اي او شو اخترنا اي شخصية؟ بقول انا ظلمتك. انت اخترت النسوانجة دون جوان. دون جوان. دون جوان. دول تمنيتي بيوم من الايام تكوني رجل؟ دايما. من امتى يعني؟ دايما على طول. من انت صغيرة؟ وانا صغيرة. ليه؟ لو كنت رجل كنت عملت حاجات كتير اكتر. عمايل كل حاجه. انت عملتي ايه بالستات؟ ما هي المشكله كنت هطلع برضه سرطان، فالسرطان عاطفي والسرطان بيحب الحب والحاجات دي يعني. ما بتخيلك رجل حامل ورده كل الوقت. حامل ورده؟ لا، هي الموضوع مش في الورده على فكره. انه عايشه يعني الرومانسيه يعني. لا رومانسيه. انا رومانسيه جدا بس ما بعرفش يعني ما بعرفش اعبر. تبعتيني متى حسيتي لو كنت رجل كنت عملت ايه مثلا؟ متى الحس بشو؟ بكل شيء صدقيني، بالنجاح، بالشهره، بالشغل، بالبيت، بالعيله. شو كان اختلف معك بالشهره؟ كل شيء كان اختلف. في رجال كثير ما يعني سعيوا وصلوا لنجاحات كبيره. ممكن نخوض في التفاصيل واثبت لك عكس كلامك. طيب يلا لو حنخوض في التفاصيل. كثير تفاصيل بس يعني. ما هو كثير تفاصيل. لا ما تخلص الحلقه عم نعطي تفاصيل. لا بس لا، لو كنت راجل كانت حياتي اختلفت طبعا. طبعا. شو رايك بالستات المسترجلات؟ شو رايي؟ ايه سيريوسلي؟ ما هو يعني ما اعرفش، اكيد خسرت حاجات من انوثتها ما اعرفش يعني. بتقول لك ما في ست هيك بالمطلق، في ست تعرفت على رجل ضعيف خليها تصير بهالشكل. لا طبعا لا، لا في ستات مسترجله طبعا، في ستات من هن وصغار تبقى بنت مسترجله بتحسيها انه هي التوم بوي تبعت الحي والتوم بوي تبعت سوري ما بعرف شو التوم بوي يعني تبع بالعربي، بس التوم بوي بالمدرسه واصحابها كلهم صبيان من هي حسن وصغيره. حسن صبي يعني. حسن صبي هيدي هي. فلا طبعا ما له علاقه الرجل، هيدا الشيء بيبقى اولا يا اما هي شخصيتها سوبر قويه خلقانه، يا اما طبعا البيئه والبيت. يعني انا بفتره من الفترات انا وصغيره كنت توم بوي طبعا، يعني البابا كان بيحب الصبيان كثير وكان بيعاملنا اني صبي، حتى ماما تقص لي شعري كثير قصير انا صغيره. فكنت حسن صبي بالحي، كل اصحابي صبيان، العب مع الصبيان واضرب كل الصبيان، وبالمدرسه كنت البلطجيه وكنت عايشه كثير. تقاموا منك على كبر. لا لا انا سيئه في اختياراتي حتى من انا وصغيره، في اختياراتي بكل شيء، حتى بصاحبتي كنت سيئه بالاختيار، ما بعرف اختار العالم اللي بتفوت على حياتي، هيدي المشكله عندي. يمكن لانك بتثقي بسرعه كمان. ايه هيدي كمان بتعطيك تخلي صحيح. خياراتك شوي تكون غلط بكل الناس على فكره، حتى باصدق صاحبتي الانتيم من انا وصغيره كنت ما بتزبط معي يعني. بالاخر اكل بوكس. ورمت. ورمت.